من الدرس كان بيلعب في الشارع المجاور لمنزله، وفجأة اختفى. أهل القرية وأسرته دوروا عليه، لقوه يعني مشنوق وراسه في الأرض ومخنوق وملقى في أحد البيوت المهجورة بالقرية. هنعرف تفاصيل اللي حصل مع والدته. بجيب بقى شيبسي ونفطر انا وامي. قلت له طب يا حبيبي. راح جاب الحاجه والله. نعم صبر تحتنا هنا. جاب اللي هو عايزه وجه. قال لي هجيب دعاء ونيك. دعاء جاي. هو قال لي انا هروح عند ماما ولاء. عمه لسه جاي من بره وقعد معاهم شويه. قام بعد العصر بشويه كده ما جاش. قلت اما انزل اشوفه ادور عليه. هو اتاخر. المهم رحت اشوفه ما لقيتوش. قعدت اسال عليه العيال اللي بيلعب معاهم اللي هم على طول بيبقوا متواجدين معاه. احنا ما ده احنا ما شفناهوش. خدت بعضي ومشيت على الزراعيه ورحت النت ان انا يعني اعطر فين او اشوفه راح فين. ما لقيتوش. النور قطع برضه مش لاقياه. الكلام ده كان يوم ايه؟ الكلام كان يوم الثلاث. كان يوم الثلاث من بعد العصر. المهم قعدت ادور كتير وما لقيتوش. فجاه قلت ايه اروح كده، يمكن اختي جت تبص علينا عشان اختي تعبانه. قلت لها انا مش لاقيه يا امين. قالت هاجي معاك. قعدنا نمشي كتير كتير قوي. حتى والده جه قلت له انا مش لاقيه الولد. كان لقمه وقال لي يمكن تكون راح عند مرات عمه تاني. قالت لي لا ده هو من ساعه ما مشي ما جاش. يعني مرات عمه قالت لحضرتك ان هو جه عندهم قعد فتره زي ما قالت انا هشتري واروح واختفى. ما لقيتوش. فجاه رفق كتير كتير وتليف اخر ما زهقت قعدت عند سته. ما هو البيت بتاع سته هناك كان بالحته اللي الاوفيه. ما بقتش عارفه اعمل ايه. كل ما اسال حد يقول ما جاش ما جاش. فالمهم قالوا لي رحت قاعده على الباب مش قادره امشي مش قادره خالص. رحت قال لي عليا تنتنا سوا تنتنا نادي عليه وقال يا رضا يا رضا يا رضا ومش لاقياه. يا رضا يطلع يا رضا يرد عليا مش لاقياه خالص. وصوت فجأة لقيت الناس كلها دولي. الشارع بقى مليان على بعض. قلت لهم الواد مش لاقياه خالص. المهم اللي بقى يدور على الزراعية واللي يقول فيه يروح يقولوا ده هو راح برشلونة دي حتة بيلعبوا فيها كورة ملعب برشلونة. ويقولوا حد رن على ابوه قال له ده هو كان في برشلونه وراح عزب الدوز او عيب مش عارفه. قالوا له هم قالوا له ان هو في الحته دي وجابوا كاميرات لانهم يعملوا الحكايات دي كلها لغايه ما بات الساعه 3. بات الساعه 3 الفجر 3 الفجر. فجاه لقيت ايه وانا قاعده لقيت في عيل بيقول ده كان مع عيل صغير بيشتري كارت شاحن. هم قالوا العيل ده وبعدين قالوا ان هم لقوا الواد قال ده هو ان انا شفته في الخراب البيت المهجور ده لقوه وكتفينه وغنيله ونزلوا من التراب وحطوا على اللفه سامعوا حكوا لي كده. اخواتي لما نزلوا وشوفوه هم خدوا عيني وقالوا يمكن يكون في روح يروحوا ينجدوه في اي حته. خدوا الشروق قالوا ده هو متوفي. الوضع اللي لقوه عليه كان عامل ازاي معلش؟ انا ما شفتش. هم اللي حكوا لي قالوا لي وقع على وشي ورمي له الارض على وشه وشوفوا الارض وكتفين ايده ورجله. انا ما شفتش. الكلام اللي حكوا لي النهارده ابو معنى صح انا ببقى نايمه هنا كنت معلق لي محلين وودني معلقين زي ما يكون حابين يتكلموا وبقيت اسمع منهم وهم مش قادرين يقولوا لي عشان ما يتعبش اكتر. انا عرفت ان حضرتك يعني اغمى عليكي وصبت بصدمه من ساعتها. يعني احنا شايفين المحاليل حتى متعلقه بمجهي ونومات من النوم ما عشان انام والله مش حاجه أعمل إيه؟ أنا بس لكن عايزة. اللي قالك انه لقوا ابنك مرمي في الارض في في بيت مهجور وتراب على وشه مرمي على وشه حطينا عليه وفاز شويه زباله كده وقفص عليه وبعدين انا والله ما بنتضرب مع حد ولا لنا دعوه بحد. والله ده الناس كلها بتحب والله طوب الارض بيحب. هو ابنك الوحيد؟ لا انا اسمها اللي معايا مروه في كل خلصت كليه حقوق معايا بدر في ثانوي ومعايا والله يرحمها كان معايا بنتي كمان ومتوفين ومعايا رضا دي ومعايا دعاء عندها 7 سنين 6 سنين ونص في عظمها ساعه
هل هو كان متعود ان هو يبعد بعيد او يروح يلعب بعيد او يروح في مكان انت ما تعرفيهوش؟ لا والله هو راح ده ست ورا وست جنبنا في الشارع اللي ورا، وانا راح عند ست اقول له شويه، عارفه لما نظر عايز يعمل حمام وبنت ست يجي يعمل حمام، ونقول روح وليه، قلت له هروح انا وقف عند عمك عشان نستلم من بره وهنروح نسلم. يعني بعد 7 ساعات من اختفائه بس لقيته بجثته في البيت المهجور. البقاء لله، حضرتك بتطالبي بايه؟ بطالب بالكسر اللي عمل في كده يشلوه، عشان قلبي وقلب ابوي برضه. وليه عمل قلبي وعمله في اللي ليه عمل؟ والله العظيم احنا مالنا دعوة بحد، مالناش دعوة بحد والله. والله ده طفل صغير، ما انت لو انت شفتيه، والله لو انت شفتيه تحبيه، لو اتكلمتي معاه والله كلامه كلامه حلو وهو حلو. والله العبك يا ابني، جيت ونايمه يا عبيد، الحمد لله يا رب، قدرت يا ابني ربنا والله. بس يا كده عقلي عشان داري، وانا ابو طفله، ابو ممكن يجرى ربنا يرحمه ويغفر له. الحمد لله، ربنا يرحمه ويصبره. حضرتك خالته متعرف بيكي؟ مدام هدى ممرضه بطن، ممرضه باسم ده ما تنفيه. حضرتك ساكنه قريب من البيت هنا؟ وهو كلنا جنب بعضنا، احنا اخوات متجوزين كلنا جنب بعضنا واهل في بعضنا، لا احنا بعيد ولا اي حاجه. حتى الست اللي بيقولي بيلعب عندها دي جنبنا في شارع، مش بعيده خالص. كل الناس زي ما انت عارفه اي عيل بيلعب قدام باب بيته، فمش معقوله لما عيل ينزل يلعب قدام باب بيته ما يظهرش كان ولا يختفي. يعني جاي من الدرس وعمال يغللها ويا ماما وحاضر ونعم، والاخر تاخد بص ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان انها تاخد بصه كده ليه؟ ولسه في المشرحه دلوقتي يعلم ايه اللي كمان عملوه فيه، واحنا ما نعرفش ايه كمان اللي عملوه فيه. يعني كل اللي بيتقال لنا ده اقوال، ده حصل فيه كذا، ده حصل فيه كذا، ده حصل فيه كذا. حضرتك عرفتي بالواقع ازاي؟ عرفنا بالواقع ازاي؟ انا يعني حضرتك انا جيت من شغلي لقيت اخواتي بيرنوا عليا، لقيتنا كلنا اهلي مع بعضنا زي ما قلت مش لاقيين رضا ابن اختي. قعدنا ندور، انا زوجي اخويا كل الناس قاعدين ندور، كل الناس قاعدين ندور مع بعضنا. مش عايزه اقول لك ان البلد كلها كانت بتدور على واحد اسمه رضا، طفل عنده 7 6، كان كل البلد بتدور عليه ما لقيناهوش. نروح بتليفونات تجينا ان هم يبعدونا عن الشارع اللي فيه الجريمه دي، يبعدونا قصدين ان هم يبعدونا هناك عن الحته دي. مين اللي كان بيتصل بيه؟ ما نعرفش. هو رقم يرن يا جماعه، ده احنا لاقينه في الحته الفلانيه، يا جماعه احنا لاقينه في الحته اللي تعرف ان باتمان دي بلد كبيره جدا. نروح عشان كلنا نختفي من الشارع، بس للاسف الناس كانت مصره على قعدتها وقاعده في الشارع، محدش ساب الشارع لحظه، ما حدش ساب الشارع لحظة لحد الساعة 2:30 بالليل، لما اخر طفل اللي هو كان ماشي معاه رضا ده قال ان هو كان معاه الساعة 3:30 راح يجيب كارت شحن، ومن بعدها رضا ده ما ظهرش. كل اللي شافه قال ان رضا ده ما ظهرش من بعد. جابوا الشخص ده، انت يا ابني شفت الولد؟ قال لا انا ما شفتوش، قال انا ما شفتوش. بعدها بشوية قالنا لا ده انا لاقيه، ده انا لاقيه في الخرابة. الخرابه دي بيت عن بيت مهجور بقاله 100 يعني سنين كتيره قوي، يا ريت هو بيت عادي كده، لا في زباله وفي حاجات وحشه جدا. بنبص يعني في ساعه ما لقوا كده يعني ما صدقوا ان حد ان هو موجود. ليه اخواتي وكده نطوا يا عيني عشان يشوفوه، لقوا يا عيني بوزه ده في التراب، بوزه في التراب مكتفينه، حاجات كتيره على وشه. طبعا مش هادين نقول كمان يعني والدته عشان يا والدته ما تتاثرش، في خرام في جسمه، خرام في جسمه زي السكينه الله اعلم بايه، لان جلابيه اخويا كانت من عصا دم، جلابيه اخويا كانت من عصا دم وموجوده لحد دلوقتي، جلابيه اخويا من عصا دم الله اعلم. عندنا هنا مستشفى اسمها الشروق، فقلنا لازم ايه، فكروا يا ولدان هو ممكن يكون في نفس، بس للاسف هو اساسا ميت حوالي كمان يمكن مدار 4 5 ساعات. خدوه راحوا المستشفى، قالوا يا جماعه احنا ما بنستقبلش حاجه زي دي، هو اساسا كده كده ميت لازم نطب بشرع. لبسوه جوين وخدوه على مستشفى القصر هو يا ولده هناك. كل اللي احنا عايزين نعرفه ليه بس عمل فيه كده؟ ليه؟ ضبط الجنايه طبعا، ضبط الجنايه والقصاص. ايوه كل قصاص، ليه عملوا فيه كده؟ ليه؟ طفل بريء زي ده عملوا فيه كده ليه؟ ليه؟ ودول اسالي عليهم الناس المسيحيين، حد شفت المسيحيين؟ اسالي الناس المسيحيين. يعني احنا كلنا اخوات، هنا كلنا اخوات والناس كلنا بتحبنا ومفيش اي حاجه. اسالي الناس الغريبه والله. اسالي من اول البلد الكنيسه والله الثانيه ده مش اي حاجه ولا اي عداوه ولا اي حاجه، اسالها عليه واسالي عمل فينا كده ليه؟ يعملوا فيها كده ليه؟ عشان ايه؟ عشان كان عايز فلوس، لما كان يقول انا عايز فلوس وكان ساكل، لان كان يعمل اي حاجه ليه؟ هو ويموت الموته دي ليه؟ هي دي موته ودي كل حاجه، بس ما يبقاش كده، ده ما يرضاش ربنا. فكل اللي احنا طالبينه عايزين حق الولد ده، لان انت عارفه لو حق الولد ده ما جاش اقسم بالله البلد هتولع حريقه، والله العظيم البلد هتولع حريقه، واحنا